والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل قرن سابقون. شو السابقون؟ السابقون لكل قرن سابقون. فأنت عندما تولد في هذا القرن الذي هو قرن ماذا؟ ضعاف الإيمان، ففرصتك أن تصبح من السابقين. لما أصبحت من السابقين وأنت مقارنة مع السابقين الأولين صفر؟ لما أصبحت من السابقين؟ لأنك عشت في زمن ضعاف الإيمان فغلبتهم جميعا. يعني أقرب لك إياها أكثر، أنت الآن معدلك 70 في اللغة العربية نفترض، حطناك في دولة عاجم لا يتكلمون العربية، فأنت أبو 70 شو رح تصير عندهم؟ دكتوراه سيبويه العرب. عاد أنت شو مالك؟ ضعيف. لو حطيناك بين مين؟ العرب المجتهدين في طلب العلم والدراسة. لكنك ليش صرت معك أنت من المتقدمين ودكتوراه؟ لأنك رحت عند مين؟ عند ضعاف. يا جماعة قبل فترة شفت مشهد على اليوتيوب صرت بدي أبكي. أول شي فرحت، بعد شوي كدت أن أبكي حرقة وحزنا. قال أحدهم يعلن إعلان، الحمد لله، الإعلان عن مركز لإعداد الدعاء في أحد الدول الإفريقية. طبعا اللي بيعلن عربي، رجل عربي مسلم طبعا أكيد 100%، لكنه الآن المفاجأة وين؟ تنو دخل وصار يصور الدعاء اللي هم بيعدوا فيهم، اللي هم إيش؟ الأفارقة. لما بقول له ما هي أركان الإسلام؟ لسه بيعلموا في إيش؟ في أركان الإسلام. هذا اللي بده يصير إيش؟ داعية. يعني إحنا الصف الأول داعية بالنسبة لهم. فيا جماعة إذن الأمر شو ماله؟ نسبي. الأمر نسبي. فأنت الآن احمد ربنا أنك في هذا الزمان زمن ضعاف. العلماء كانوا لا يرفعون رؤوسهم عن الكتب، الآن أنت لا ترفع رأسك عن الخلوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأحبائي في الله، الحمد لله الذي خلقنا في هذا الزمان زمن ضعف الإيمان، وزمن ضعف طلب العلم، وزمن ضعف الهمة. ففرصتك أن تقوي إيمانك بالعمل الصالح خالصا لوجه الله، وفرصتك أن تجتهد في طلب العلم. فإذا بك تجعل مع الدارقطني. إيه ليش انحطيت مع الدارقطني؟ لأن الدارقطني في زمانه كان زمن العلماء، أما أنت الآن في زمن الجهلاء، فصرت كأنك دارقطني هذا الزمان. وإلا والله لو أنه أمثالك ولا أمثالي كان انجلتنا بالعصي، وأنا أحلف بالله غير حانث إنه أمثالي لو وجدوا في زمن البخاري ومسلم لجلدنا. أما أنتوا طبعا ما بعرف شو تمسوا فيكم، أنا رح يجلدوني أكيد. تعال أنت بتدرس؟ طب تعال تعال نفحصك، تعال تعال. حاضر حاضر. أنت بتفكر ما أنا بقرب لك الصورة بس عشان تفهم، عشان تفهم نعم الله علينا انه احنا في هذا الزمان. فصرنا ندرس قد شيخنا استاذنا بستفتيك. لا حول ولا قوة الا انا شيخك واستاذك، لانه انت شو مش ضعيف، انت متروك. يعني مش متروك، ضعيف جدا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وضحت الصورة؟ شو المطلوب اذا؟ نجتهد في العلم، نجتهد في زيادة الإيمان، حتى فرصتنا شو نجيب الأول على مين؟ على هؤلاء الضعفاء.
يعني انت تفرج على اخوك وامك وابوك وقرايبك وعمامك وكذا. يا زلمة يا رجل من العيلة الكاملة يدوب تطلع واحد ملتحي. عيلة مكونة من 20,000 بتلاقي كل الملتحي بجوش 100 والباقي حليقين. طلع كم من واحد بلطولن الممزع من 20,000 بتطلع 5,000 ممزوعين هم نفسه ممزوع. وطلع كم مدخن وطلع كم من اكل ربا. ايه معناته انت في نعمة كبيرة جبت عليهم. ايش الاول؟ ليه جبت الاول؟ لانهم ايه ضعاف الايمان. لكن لو حطيناك في زمن التابعين وزمن الصحابة شو بكون درجتك؟ بالاخير قاعد هناك قد امثالي اول واحد انا طبعا. فالحمد لله أن وجدنا في هذا الزمان. لك الحمد يا الله أن خلقتنا في هذا الزمان. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يتوفانا مسلمين وأن يتقبلنا في الصالحين وأن يرزقنا وإياكم رفقة الأنبياء والصالحين صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام أجمعين.